الشيوخ كان يلبسه الفارس فقط، الزبون مثلا يلبسونه أهل الشمال أكثر ما يلبسه أهل الشمال. حنا نلبسه بنجد، يلبسونه النجديين باسم الصاية، والصاية هي ثوب، نفس الثوب لكنه بدون أزاريد، يضفي على الثوب كامل طوله، ولكن الصاية تكون أحيانا منقوشة، قماشها منقوش، أما الزبون قماشة سادة أبيض. وفي أيضا الجبة، وهي زي استيرية اللي الحين تسمى استيرية، اسمها جبة، شبه صفرا راعية لابس الجبة ضامر عقب المطاريش وفزوعي. والجوخ يقول خلف الإذن يوم التهينا نلبس الجوخ ودروع، وعرض لنا الطابور من دون الإدباش، فالجوخ كان ملبوس الفرسان.